السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم راح نلعب فيه سوبر ماريو ميكر 2. مقطع اليوم راح نلعب فيه مرحله الترول. فقبل ان نبدا لا تنسى تشترك في القناه اذا ما كنت مشترك، تنورنا في ضغطك على زر الاشتراك، وبرضو اضغط على زر اللايك قبل بدايه المقطع. ولا تنسى تتابعني حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، كلمني هناك على الخاص اذا تبغى تكلمني، ارد على الجميع. وبس يلا خلونا نبدا. طيب انا مرحله الترول راح العبها لليوم من هذا المصمم الياباني راعي مراحل الترولات الخرافيه، فراح اتنقى من مراحله اللي صممها. طبعا في عندنا مراحل جديده صممها للترولات، فخلونا نشوف لنا مرحله نلعبها. طيب نشوف المرحله اللي صممها جديد، هذه ترول ريزيدنس ماريو 3، لعبوها 773 وخلصوها 131 من 15,000 محاولة، 606. هذا شكله يعني مصممها توا 14 مارس ولاعبينها هذا العدد وهذه المحاولات وهذه اللايكات، شكله يعني مشهور المصمم هذا. فيلا خلونا نلعب هذه المرحلة ترول ريزيدنس. في البداية عندنا مونشر يطيح تجميع قروش. طيب ناخذ القرش. امسك يمين، امسك يمين، اوكي امسك يمين عشان ما اموت في المونشر. امسك يمين، اوكي. ليش حاط لي 50؟ لا ابغى المشرومة اللي هناك، ابغى البورب هذه. لازم ادخل عشان اقتل نفسي. طيب ايش قلنا في البدايه؟ ناخذ هذا، نمسك يمين، ندعس هنا وننط عشان ناخذ المشروم ونكسر اللي فوقنا. اوكي هنا انا نطيت، والله انا نطيت عشان اجي من فوق الايسكل، بس طلع حاط سقفي فوق راسي وخلاني اكمل على قدام واموت من الايسكل. طيب اخلي الايسكل تضيح اول صح ولا ولا كيف الطريقة؟ أكسرها وأرجع؟ أكسرها وأرجع آخذ ال يبغالي بسرعة أكسرها وأرجع آخذ الباو وأذبح المونشر وأنزل تحت، أوكي. كل شيء أسويه بسرعة، تمام. علق يمين، نط فوق، كسر هذه، خذ الباو، اقتل المونشر، ادخل الباب. أوكي. طاحت عليه ويجلر. طيب هنا يحط لي مربع، هنا لا. اوكي طلع صح من عند المربع. اخذ السبرينج، اشياء كثير. طيب يقول لي جيب السبرينج معاك. طيب السبرينج واضح يعني ما هو ترول انه مخفي ورا الكلاون كار. طيب في باو. في باو، طبعا ما اقدر ارجع لان في جدار قدامي، فانزل السبرينج واخذ الباو معي. اطلع فوق، طبعا ننزل السبرينج وناخذ الباو. اوكي اوكي. حط السبرينج هناك، خذ معك الباو، فجر الاون اوف، اقتل الباو، اقتل المونشر بالباو. خلاني اعلق فوق، تعلقت بالفاين طحت على راسي سمكه. المجرم المجرم يا الله. اوكي يلا من جديد، جبنا الباو معانا الحين. هنا طيح طيح وادخل الفايف، حلو. ورده تشيك بوينت يا ابن الذين. يا ابن الذين خلاني انتظر، يا الله والله كنت خايف الصراحه، كنت خايف مع ان اوكي هو شوف. يلا من جديد ندخل للبايب الاخضر على طول، خلني اخذ الكوين اول، اخذ الورده، اطلق عشان لا يروح تشيك بوينت. نايس. شوفوا هو صدق صدق ما في يعني تبرير بالنسبه لي، لان اللي تحتي هذا
جدار ما يتكسر زي اللي فوق راسي عرفتوا، فما يقدر يجيب شيء من تحت إلا إنه يفجر لي قنبلة تحت ويقتلني عرفتوا، القنبلة الكبيرة اللي تخترق أكثر من بلوك، غير كذا ما يقدر يجيب لي شيء من تحت لأنها أرض يعني قوية وما تتكسر مع القنابل هذه. إيش رأيكم فيني وأنا أبرر لكم؟ طيب المهم مرة ثانية كلام كار لازم أدمج، أتوقع دمجين وراها شيء. إيش وراها؟ دخلت في الون واي سبرينج سايد واي سبرينج. أوكي حلو علقنا على اليمين. يطلع لي شيء. يس يس انا توقعت المشروم تطلع من اول بلوك وتصير عليها جناحات بس سواها بالعكس. طيب عدينا هذا الترول وناب. ليش حط ونب هنا؟ ليش حط ونبتين هنا؟ طيب هو يبغاني اجيب الباو عشان اقتل المونشر، بس اذا جبت الباو بتتحرك وراي السنيك بلوك. ما فهمت وين الترول هنا. طيب برضو ماني فاهم هي ماشية معي يعني ولا ايش بالضبط. علق على الفاين. خلني اعدل القعده. طيب الحين راح يبان هل اللي قبل شوي كان يعني سلكان بالنسبه لي ولا انه فعلا انا قاعد اعديها بالطريقه الصحيحه. هنا ايش قلنا نكسر دي اول عشان نفتك منها ونجيب المشروم حقتنا. نفتح اللي فوق. ماني فاتح الونبات، خليني بجرب ماني فاتح الونبات. طيب برضو ما صار شيء. هنا في برضو سبايك بول ما تسوي لي شيء، والقنبلة تنفجر مرة بدي لما ضغط البي سويتش ما تذبحني يعني. طيب علق على فوق. حلو في شيء ورا الكلاون كار ما ادري وش هو. فاين اتوقع اذا نطيت يمكن حاط بلوك. انا علقت فوق كذا اجرب. طيب ايش في كماشة؟ لا تأخرت وماتت. طيب هنا لا أمسك، فك زر المسك تماما شكرا. هل أدخل البايب؟ توقع أدخل البايب صح؟ ما في لأني أدمج أدخل البايب. في 50 بس ما اقدر اتعداها. هو بيدخلني للخمسين هذه بطريقة ما. هو بيدخلني هناك بطريقة ما. قاعد ألف يمين يسار. ما ادري ايش سوى فيني. المهم ماشي وضعنا طيب. ناخذ الشل. قتلها. شفتوا؟ اقول لكم يدخلني بطريقة ما صدقتوني. قايل لكم اذبحني. بس اتوقع الشلمت اللي على اليسار انط عليها بدون ما امسك يلبسها من نفسها اتوقع. هنا ايش صار هنا اصلا؟ ما اتذكر ايش صار. طيب هالمره وقفت على لحظه تحت في ون واي ليكون اقدر اموت هنا تحت. خليني اسوي لكم زوم. هنا في ون واي ليكون اني اقدر اموت هنا لو طحت ما ادري. المهم هنا ايش قلنا نسوي؟ بنط من غير ما امسك زر المسك. انا مسكت زر المسك في الاولى فلما نطيت على النوت بلوك مسكني شلمت وخلاني اضرب الشلمت اللي فوق. الحين بمسك. لا فهمت الترول لازم امسك اول بس ما نط عاليه امسك والبس. يلا من جديد. هنا قلنا
نفعل هذه دخلني كل ثلاث مرات وكل مرة تختلف عن الثانية، مرة طحت في النص، مرة تعلقت فوق المدفع، ومرة شاتني عند الخمسين. طيب بجرب أعلق على اليسار، أتوقع إذا علقت على اليسار أنجو. أتوقع أوكي ما أطيح ما أطيح. أتوقعت إذا جيت على لونوي هنا أطيح، طلعت ما أطيح. حلو. طيب هنا إيش قلنا؟ أمسك لكن نطة خفيفة. أوكي أوكي الحين نعدي، أكسر واحدة بس ما أكسر ثنتين. يا الله. لأن ورا في بايب، البايب إذا كان في مساحة واحدة فاضية بعدين المساحة الثانية فيها بلوكات، إذا كسرت الثنتين اللي في داخل البايب يطلع فيها مونشر مع أجنحة، ما يطلع إذا كان مسكر من جهة واحدة، فهمتوا؟ يعني إذا كان في بلوك فاضي بلوك في بلوكتين ما يطلع، وإذا يعني بقيت واحدة برضو ما يطلع، فلازم أبقي واحدة ما كسر ثنتين. يلا من جديد، خذ الشلمت البسها، كسر واحدة بس بعدين كيف تدمج؟ أبغى أشيلها مني ما بكسر الثنتين. إذا سويت دك جمب ما أوصل، أنط أنط على طول، أتوقع غصب عني يكسر الثنتين فأنط على طول، ما في إلا كذا. بوم بوم، أضرب بوم بوم. كم مرة دخلني في الخمسين هنا؟ كم مرة؟ يا الله، شكل المرحلة كلها هنا. يلا من جديد، بوم 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 اختفى عشان دخلت مع وقت البي سويتش. بوم بوم اختفى، حط وراه قرش هو. اوكي انا متأكد ان هنا كان بيدفني على الخمسين، متأكد، بس انا ضغطت يمين باليد، لو اني ما ضغطت يمين يمكن كان شاتني يسار، متأكد. يا اخي ادخل البايب، استنى ايش؟ انتظر ايش؟ اني اموت يعني؟ يا اخي ادخل البايب. حتى ما جربت يعني انه يدخل ولا لا. من جديد. شفتوا علقت على اليمين عشان ما يدفني على الخمسين المجرم. ادخل البايب، ادخل البايب على طول، لا تنتظر شيء، لا تنتظر شيء. تشيك بوينت 2، تشيك بوينت 2، بي سويتش. أنا ليش أنتظر؟ أنا ليش أنتظر؟ واضح المرحلة لا تنتظر، أدعس على طول. أنا ليش صوتي كذا صار مع الموسيقى؟ علقت على اليمين عشان البلاتفورم اللي تحت ضربت في الشوكة. يا الله، هو عارف، هو عارف اني بعلق على اليمين عشان البلاتفورم اللي تحت، عارف. فحاط لي شوكة عشان اموت فيها. يا الله، انا ما ادري ليش عندي احساس انه صمم المرحلة هذه او صمم الغرفة هذه. اول شيء، اول ما صمم الغرفة هذه بنى مرحلة ترول كامل عليها. كمية الترولات في الغرفة هذه شيء غير طبيعي الصراحة. فوه، يلا ادخل البايب بسرعة بيسويتش، بسرعة، لا تنتظر، لا تنتظر احد، على طول تشيك بوينت. اي يا شيخ. اي يا شيخ، افتح لي الباب، افتح، ولا لازم انتحر عشان الاون اوف، لازم انتحر. اوكي ادخل البايب ولا ترجع من البايب مهما يكون، لان في سمكة تذبح، اصلا ما اقدر ارجع من البايب. طيب روح على طول. انا ليش نزلت اصلا؟ انا ليش نزلت تحت؟ كان يمديني انط فوق، نط فوق. الحين كم مرة بيطيحني هنا؟ بس خليك بعيد من السبرينج، امورك طيبة.
حلو. أعطي مشروم. أعطني مشروم. طبعا أدخل أخذها. ما أدري ليش عندي إحساس سيء. ما تطلع. ما تطلع. طيب كيف أروح؟ ما تطلع. ولا أقدر أروح لها. فهمت إيش صار؟ أروح للشوكة وأرجع. الله، أوكي أوكي. اتدمج وتخلي الباب. البسها على طول على طول. لا تنتظر لا تنتظر. اتركها يعني. لازم اكون بعيد من المدفع عشان في سبرينج شات لي اياها على الجدار قتل لي اياها. اوكي بعدين اي لازم اضرب البيت بدون بدون الدرايبون شيل، لان اذا ضربت الدرايبون شيل بتموت. هذا الترول شفته قبل يعني لا اوصل له، بس ما ادري ايش بيصير اذا وصلت له. هنا نروح ونرجع ناخذ المشروم. اوكي بلبس الدرايبون شيل بنط من هنا. حلو. هنا هذا قصدي اني اذا نطيت عليها بالدرايبون شيل راح اموتها. اوكي شلمت. البسها ولا واضح لي اني البسها واشيل هذا فوق. واضح. بعدين يقول لي شيلها منك. وات باو. ما اقدر ادخل للبايب لاني في بلوك. انا شفت الون واي وشفتني لو خسرت الدمج او شلت الشلمتينة ما راح يعني اقدر ارجع. وقلت لا انا ما راح ادخل هنا. دخلني هنا غصبا عن خشمي. يلا من جديد. ان الذين ان الذين سويتها صح اول مره اني اجيها من جنب ما اجيها من تحت. كيف اتفادى ترولات في البدايه وبعدين اطيح فيهم مره ثانيه؟ ليه من جنب خذها والبسها طلعها فوق وادخل البايب. ريد كوين بسرعة لا تست. حاط لي بمبر تحت عشان ينطيت بسرعة. ضغط زر الجمب خلاني أنط وأروح فوق للمنشار. بغيت أضرب هذا بالغلط. طيب على البايب خذها ولا أنت أصبر بنتظر. لازم انط عشان اوكي لازم انط عشان يصير التفجير. بس نطه بسيطه عشان ما اروح فوق. دخلت طيحني دخلت باب. المفروض اني امشي يمين واطلع فوق على الفاين. انا ضغطت فوق عشان بطلع بالفاين دخلني باب من الذي. طيب يلا من جديد ننزل تحت نطه خفيفه بس. حلو هنا امشي مين وعلق على الفاين. اوكي هنا ايش فيه؟ كيف اعدي المونشه اللي تحتي؟ انط انزل اطيح امش 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 لا توقف امش. تنجو امش لا توقف مكانك. تحرك تحرك يا مبارك تحرك. واضح كل مكان يعني تتباطأ فيه تموت. يلا من جديد إلى المكان نبطة صغيرة بعدين امشي يمين واطلع كله بيبان.
لازم أنط، لازم أنط. أنا ما نطيت، لازم أنط. يلا من جديد نط، تعال هنا، تحرك على طول، فجر القنبلة، ادخل البايب ولا روح يمين. كويس إني رجعت، في مفتاحين فوقي، أخذهم؟ ما أخذهم، أوكي. أخذنا المفتاح. وات؟ ما أدخل باب المفتاح؟ أدخل البايب؟ وين وداني؟ on off باب تحت مدري إيش؟ يا رجل يا رجل دي كيدث كيدث، مت بالمفتاح. الحين يرجع لي ما يرجع لي اتوقع احد رجلي. ليش يا ياباني ليش راحت راح المفتاح؟ جابني هنا ومعي مفتاح وفي باب. شورت كات ترجعني هنا. يرجعني هنا. اوكي اوكي نايس نايس، حلو. حلو الحركة، حبيت. الفوز. المجرم. الباب تشيك بوينت 1، الباب تشيك بوينت 1. المجرم المرة الأولى جيت عند الأنوف وضغطت الأنوف وجاب مشرومة وراي، قعد ما لحقتها. بعدين جابني مرة ثانية بمكان ثاني، بس انه رجعني نفس المكان. لما ضغطت الأنوف بركض اجيب المشرومة، ما لحقت عليها، كب علي مشاري من الدنيا وحط سبرينج والفوز يمين. كان المفروض اقعد في مكان يتوقع هنا، اتوقع، والعلم عند الله. اشوى اشوى، ما في شيء في الباب، اشوى اشوى. اصلا في شوك اقدر اقتل نفسي فيها، خلاص. الا اذا غير السيت اب فانا فزت. يعني الا اذا غير السيت اب انا افوز. طيب ندخل الباب، نطلع فوق، ندخل البايب، اضغط الاون اوف فقد مكاني صح؟ المفروض الطبيعي. الله الله، رهيبة رهيبة المرحلة، جدا رهيبة، حبيت صراحة. وورد ريكورد ما اتوقع اقدر العب وورد ريكورد، لانه هو حاط في تشيك بوينت 2 الاون اوف يتغير، فيبغى لي ادور لي الدف سكيب حقه اللي هو حاط عشان اوصل للورد ريكورد، فما بتعب نفسي في الورد ريكورد. وبس يا شباب، كذا مقطع اليوم، اتمنى يكون عجبكم. لعبت فيه سوبر ماري ميكر 2، لعبت فيه مرحله الثور رهيبه جدا من هذا المصمم الياباني اللي اكتشفناه قبل فتره. فبس اتمنى يكون عجبكم المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده زي ما استمتعت باللعب. لا تنسون تشتركون في القناة، اللي مو مشترك في 30% مش مشتركين، لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك. وبس نشوفكم إن شاء الله مقطع جديد. سلام.